دايره العمليه الاولى وفرحت لها ونجحت، وكانوا ما عنديش دراري، وربي فتح لي نهار الاول العام الاول بهذه الطفله. من بعد ولا استريح كني من العمليه، وليش ما كنتش قادره نمشي، ولو يفشلوا رجليا. ومن بعد حبيت نزيد دراري مر الطفله دي، زدت زوج دراري. الولد الثالث 2014 ولو رجلي يزيدوا يثقالوا، رحت للطبيب طاني هذاك السكانر، كي شافو قال لي لازم لك العمليه، تعاودي العمليه تاعك خسرت من الذراري. ومن بعد بحثوني سبيطار مايو، تبحت قريب 6 أشهر وانا عندهم يواسوا فيا. ومن بعد طوني النهار اللي داروا لي فيه العمليه، من الغد كيف طنت بحثوني البلاستي، جالي الطبيب اللي دار لي العمليه وقفني باش يعاود يشوفني لا نمشي. شغل ما حسيت روحي شغل ما درتش العمليه نفس كنت في حاله من قبل درت العمليه تاع ليرني ديسكال الاولانيه، درتها لها في 2002 ونجحت والحمد لله يا ربي. بعد ولدت فيها ولدت زادت تعقدت شوية الأمور على جل العملية الثانية، ألا وهي في 2014 على مستوى مستشفى مايو، وثمك وقعت الغلطة تاع ليرور ميديكال، تشاولها لاموالي بينيال، داروا لها 3 تاع لي فيرتابل لامينوكتومي تاع 3 فيرتابل، تشاولها لاموالي بينيال تاعها، تموبيليزات رجليها، تعقدوا لها رجليها في زوج. بعد بعثوني المستشفى تاع بن عكنون، قلت لهم يا ودي ما يساعدنيش، شوفوا لي مستشفى اللي شويه قريب ليا على البليده. قال لك يا ودي روح للقليعه، بعثوني للقليعه، دخلتها القليعه. تماك اللي داروا لها لا ريديكاسيون على مستشفى تاع القليعة هذا، وطلبوا مني لي راديو بزاف، درت لها لي راديو تاعها في مستشفى عند واحد بريفي في سطوالي بي او اس، ودرت لها لي راديو لي زاناليز تانيك في لانستيتي باستور، درت واش لازم ندير.